So, شنو اللي 500,000؟ My favorite brand واللي متابعني دائما يشوفني أسوي شعري يشوفني مع هالجهاز. هذا جهاز من براند سعودية اسمها لابيل. هذا البرش اللي ينشف الشعر، يسرح الشعر، يكن دو ستريت لداخل لبرا. باعوا 500,000 جهاز. براند بدت من الصفر، براند سعودية تشحن بس للخليج، ما شاء الله باعوا 500,000 جهاز. وبهالمناسبة عاملين السوبر كيوت فيديو ومنزلينه على ذا تويتر اكاونت، ومسوين مسابقة اللي يتفاعل مع الفيديو او مع التغريدة عن طريق اللايك او الكومنت على التغريدة حيختارون منهم فايزين، يعطونهم اجهزة من لابيل. طبعا لابيل مش مو بس عندهم البراش، عندهم البراش، عندهم الكيرلينج ايرونز باحجام مختلفة، بس this is my favorite. ربع ساعة. ليش؟ لأن الفرشة هي أقوى فرشة من بين كل الفرش من نوعها، توصل حرارتها لألف ومية، وما في فرشة بالسوق توصل لها الحرارة. and كمان it's adjustable، فيها ثلاث درجات حرارة، you can put it على الحرارة اللي تناسب شعرك. مو بس مسوين giveaway، كمان مسوين عرض وايد حلو على سعر البرش. من 389 صار سعرها 149 لو ماني غلطانة. and إذا شريتي فرشتين سواء من نفس النوع أو فرشة ثانية you get free shipping، شحن مجاني. and الأوفرز مش بس على موقعهم أونلاين اللي وصل حق دول الخليج، كمان على كل فروعهم وبس لمدة 3 أيام. فخذوا الجهاز، خذوه حق أحد تحبونه. It's a very nice gift, very thoughtful، وسعرها حلو. It's a new year، تهادوا تحبوا.